الترمذي، ثم يشتد البلاء ويقوم الناس مقاما طويلا عظيما لا ينظر الله إليهم، ويبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم، فيأتون آدم ثم إبراهيم ثم موسى عليهم السلام، فيقول كل واحد منهم: لست لها، فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع في الخلق كلهم لفصل القضاء، وهو سيد ولد آدم على الإطلاق وأكبر شفيع عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتوني فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك، وسل تعطى، واشفع تشفع، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، وهي أول الشفاعات، وهي الشفاعة العظمى والمقام المحمود. فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء، ويجيء الملائكة بين يدي الجبار جل جلاله صفوفا صفوفا. وإذا تجلى الحق تبارك وتعالى للخلائق لفصل القضاء أشرقت الأرض وأضاءت بنور ربها، ثم عرضت الأعمال ووضع الكتاب، فيه الجليل والحقير والفتيل والقطمير والصغير والكبير، لا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا عملا وإن صغر إلا أحصاه، وتظهر المخبآت والضمائر والسرائر، وترى كل أمة وأهل ملة جاثين على ركبهم من هول يوم الحساب. ويدني الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله: إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم.